أطلق والي ولاية شرق الأوسط حملة نظافة واسعة شملت الحملة السوق المركزي للمدينة، حيث كان بجانب الوالي جميع معاونيه الإداريين والعسكريين، بالإضافة إلى مناديب الأسواق والتجار وعدد كبير من السكان. لقد تركت انطباعات إيجابية لدى الوالي. الشيء اللي خلانا نمرق ده مدينة صار معروفة باسم فيلفيرت، وجينا اليوم ده من اليوم اللي قدام ده بدور نغير اسم مدينة صار من فيلفيرت لبروبر. عقب ذلك تجول الوالي برفقة معاونيه ببعض شوارع المدينة، داعيا السكان إلى أهمية المشاركة في حملات النظافة الخاصة بتنظيف مجاري المياه.